اختار المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي أن يطلق حملته الانتخابية من مسقط رأسه مدينة بنزرت، التي التقى خلالها بجموع من أنصاره ومن الأهالي في اجتماع شعبي تعهد فيها بالعمل على تجميع التوانسة ضد التوانسة التي تحب تفرقة التوانسة وفق تعبيره. وقال إن حزبه سيتصدى لما اعتبرها نتائج كارثية للثماني سنوات الماضية وخلق التوازن المطلوب في المشهد السياسي، وأضاف أنه سيعمل على نشر الفرحة في تونس بكل أطيافها لا سيما نساء تونس إلى جانب الشباب المعذب. وأضاف أنه سيعمل على أن تكون البلاد التونسية منفتحة ومنصة مفتوحة على إفريقيا وأوروبا تنمويا، وأن يصبح شبابها قادرا على السفر والتوجه نحوها بشهائدهم لا عن طريق الهجرة غير النظامية. وقال إنه في حال فوزه في الانتخابات فإنه لن يمكث أبدا في القصر، وسيعمل على الانتصار للزوال وفق تعبيره وإصلاح مختلف القطاعات الخدماتية كالصحة والتعليم وغيرها. واعتبر أنه قد حان الوقت لأن يكون رئيس الجمهورية واحدا من أبناء بنزرت رغم ربذه لجهويته ورغبته في تجميع التوانسة وأن يكون رئيسا للتونسيين جميعا. تراو اليوم السيد المرشح رئيس حزب قلب تونس السيد نبيل القروي اختار الانطلاقة حملته الانتخابية من ولاية بنزرت مسقط رأسه بحضور أنصاره بحضور أهالي بنزرت وبحضور أيضا رؤساء الأحزاب والمنظمات وكل خيين اللي شرفونا اليوم. يهمنا برشا تعرفوا اليوم تحرم من معناها إلقاء وتعريف بالبرنامج نتاعه ومشروعه، اليوم فرصة باش يعطي كلمة ينطلق من ولاية بنزرت. نتمنى له النصر مساندينه إن شاء الله، أكيد باش يعطينا لمحة حتى صغيرة على برنامجه ورؤيته أول حاجة الولاية وعلى المستوى الوطني. إن شاء الله تكون انطلاقة مميزة وانطلاقة موافقة، ونشكر الأخيين الكل اليوم على بيو دعوة بمجرد أنهم سمعوا لي اليوم سي نبيل باش يشرفنا بولاية بنزرت. ننتخبوا نبيل القروي خاطر هو ولد المدينة ولد ولد بنزرت، وإن شاء الله كما يقولوها يزيد رجلهن الوضعية. خرجت من الحبس جيت لبنزرت. خاطر أنتوما خرجتوني بأصواتكم. ورشحتوني للدور الثاني. وتوا نزلت مسافة صغيرة. يلزمنا نجمعوا التوانسة ضد التوانسة اللي تحب تفرق التوانسة. ثمانية سنين شفناهم وينهزوا البلاد. وقت باش نتصداو باش نخلقوا التوازن. يا منير بالروح بالدم. حد مشي صوتوا هزوا ولادكم وهزوا امهاتكم. الولاية الكل. كما كان للمرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 13 من أكتوبر الجاري نبيل القروي زيارة لولاية أريانا بعد ظهر اليوم، وتعهد فيها بمقاومة الفقر لا سيما في المناطق الشعبية على غرار التضامن والمنيهلة ورواد ومكافحة الجريمة التي أصبحت ظاهرة منتشرة في العديد من المناطق بولاية أريانا وتحقيق التنمية من خلال جلب الاستثمارات الداخلية والخارجية. وقال خلال اجتماع شعبي له أمام أنصاره بساحة سيدي عمار وسط مدينة أريانا في إطار حملته الانتخابية أنه لن يخذل الأهالي في كافة ربوع البلاد وسيكون سندا للفقراء والمحتاجين، وسيعمل على تشجيع الشباب على الإبداع والخلق من خلال دعم المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الناشئة. قدرة ربي منتصرين نهار الأحد وننهب الواحد تونس ونعاون الزوالي ونحن نحن حزب المقرونة. صحن المقرونة نعتبروا لي على ربحنا. ما تقعدوش في دارنا لحد. باش نعملوا التوازن.
نخليوهاش في يد يلزم نساء تخرج نساء ما مشيتش تصوت انا باش نكون رئيس نساء رئيس رجال والشباب زادة والشباب اللي ما عندوش امل والشباب اللي ما بطال والناس اللي عندها ولاد الحبس. وكان المترشح لرئاسة نبيل القروي ترجل من ساحة سلا في اتجاه مقام الولي الصالح سيدي عمار المعروفي، حيث التقى بجموع لأنصاره من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية وسط شعارات الدعم والمساندة. كما وصل صباح اليوم أنصار المترشح للحملة الانتخابية الرئاسية نبيل القروي زيارتهم للمتساكنين بولاية القيروان لإبراز البرنامج الانتخابي للمترشح ودعوتهم للقدوم يوم الانتخابات. اليوم كما تعرفوا اختتام الحملة الانتخابية بدائرة القيروان، سنقوم بزيارة جل معتمديات القيروان للاتصال المباشر مع المواطنين. سنقوم بزيارة سيد عمر أبو حجلة، السبيخة، الوسلاتية، الحفوز، العلية، الخزازية، المخصومة، النبش. سيقوم فريق الحملة بالاتصال بالمواطنين للتأكيد على ترشح السيد نبيل القروي للدور الثاني ومشاركته في هذه الانتخابات.